مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية صور الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ خلو المملكة باستثناء بعض الغيوم في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، كميات قليلة من الغيوم العالية والمتوسطة. أما الأحوال الجوية أو خرائط درجات الحرارة، فنلاحظ أن المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى حارة نسبيا، هذه الموجودة باللون الأحمر تؤثر على المملكة اليوم الأربعاء، ولكن هناك كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال تؤثر على مناطق شمال المملكة وتمتد تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى من المملكة، خاصة يوم الخميس بعد الظهر وأيضا يوم الجمعة بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة الأجواء في الرياض معتدلة من حيث درجات الحرارة، وأيضا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 24 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الخميس في الرياض أجواء حارة نسبيا وأيضا مشمسة، ودرجة الحرارة العظمى في الرياض 34، أثناء الليل أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة واضح، أجواء معتدلة في النهار ومشمسة ولطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 29 والصغرى 16 في الرياض. أيضا السبت أجواء باردة نسبيا إلى لطيفة نهارا وباردة ليلا. الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية، أجواء مغبرة تقريبا في منطقة عرعر، لكن في سكاكا أجواء مشمسة لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، سكاكا 18-7، تبوك 19-7، عرعر 16 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا في المدينة ومكة، لكنها معتدلة في الطائف وجدة، المدينة المنورة 30-12 حتى تميل إلى البرودة ليلا، وفي مكة المكرمة أيضا معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة ليلا، جدة 28-17 مغبرة، والطائف 27-15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا، أبها 22-14، أبها 24-14، الباحة 22-14، وجزان 31-26، أبها في فرصة لسقوط زخات رعدية من الأمطار. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة في الدمام والإحساء، الإحساء 40-18، الدمام 36-20، حفر الباطن 25-12 درجة مئوية. المناطق الوسطى ومنطقة الرياض أجواء تقريبا مغبرة في المناطق الشمالية، حائل لطيف نهارا بارد ليلا، العظمى 21 والصغرى 7، بريدة معتدل نهارا لطيف ليلا، العظمى 29 والصغرى 12، الرياض حارة نسبيا أثناء النهار والعظمى 34 ولطيف ليلا والصغرى 19 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة ولكم أجمل تحية من طقس العرب.